استاذنكما دينا الحسيني من مصلحه السجون، دي مؤسسه طبعا مش سجينه. دينا اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل. دينا ايه المعلومات اللي عندك؟ او استاذ وائل دلوقتي التحقيقات انتهت مع محمد بديع مرشد العام للاخوان منذ نصف ساعه تقريبا او بالدقه منذ 48 دقيقه. خلينا اقول لحضرتك حضرتك ان انا ما توقعتش فعلا انا اصلا ان انا واقفه في وسط يعني واقفه في وسط ناس مش عارفه اتمسك لان المرض يعني النيابه تحقق معه داخل السجن. الساعه 5 يا استاذ وائل النيابه وصلت الساعه 5 السجن. بدات التحقيقات الساعه 5 وربع تقريبا معاه. هو في البدايه كان رافض يتكلم بحجه انه مرهق، ادعى الارهاق وانه في حاله عياء شديده. طبعا الضباط كلهم اجمعوا انه في حاله ذهول شديد جدا مش مصدق انه اتقبض عليه. بدأت النيابة تفتح التحقيقات رسميا معاه بالورقة والقلم، بدأت تواجهه بالجرائم اللي تم ارتكابها أو شارك فيها أو حرض عليها. للأسف أنكرها جميعا يا أستاذ وائل في الوقت اللي حضرتك بتوثق فيه جرائمهم الدموية بالصوت والصورة، يعني في الوقت اللي حضرتك بتوثق فيه أحداث كرداسة والفيوم وأسوان أنكرها جميعا. وحينما قامت جهات التحقيق بتطبيق الخناقة عليه ان هو حرض على كل هذه الجرائم الدمويه انكرها وطلب من جهات التحقيق القبض على مرتكبيها واعتقالهم وسؤالهم ان كان هو المحرض عليها او لا، وقال انه وتبرأ منهم جميعا وقال انه ليس له دخل وقال انه مجرد كان بيحافظ على الشرعيه وان هو كان بيحس الشعب المصري المتمثل في المحافظتين الرابعه ان هم يتمسكوا حتى تتحقق مطالبهم من شعب عوده الرئيس المعزول محمد مرسي. خليني اقول لحضرتك معلومه كمان مؤكده ان هو مش في سجن شديد الحراسه، ده تم فصله عن باقي القيادات الاخوان الذي تم ضبطهم خلال الايام الماضيه وهو في سجن. طبعا مش هقول عليه لان الاجهزه الامنيه ما سمحتلناش ان احنا نقول على اسم السجن المتواجد فيه حاليا، ولكن هو في معزل تماما عن قيادات الاخوان. طيب هل كان معاه احد محامية دينا ولا ما كانش فيه حد؟ سامحوا لي ده كان معاه ثلاث محامين. سمحت لي جهات التحقيق والسجن ما لهوش علاقه طبعا لان التحقيق تم بحضور فريق من النيابه العامه. طبعا سمحوا لي بتواجد المحامي بتاعه وانكر كل التهم جميعها انكرها. وكمان خليني اقول لحضرتك يعني لو حضرتك مستمر في التغطيه اكتر من كده ابلغ حضرتك بخبر القبض على اثنين من قيادات الاخوان. انا مش هقدر اقول عليهم دلوقتي لان احنا حضرتك من حوالي 4 ايام بعد ما اتصدرت كرداسه حضرتك اعلنت عن رقم تليفون مخصص لتلقي اي بلاغات. احنا كاتبين عن طريق التليفون ده معلومات تفيد عن تواجد اثنين من قيادات الاخوان. وعايز اقول لك هم اقوى اثنين بجد. طيب لا لكن مجايز المعلومات مش صحيحه، هل تم التاكد منها؟ لا يا اجهزه احنا يا استاذ وائل كان دورنا ان احنا بنتلقى البلاغات دي وبنبلغ بيها الاجهزه الامنيه، والاجهزه الامنيه اللي بتتحقق منها مش احنا. احنا كنت كل ما علينا ان احنا بنبلغ الاجهزه الامنيه. هنتابع معاك يا دينا، المهم نتاكد لان مش عايزين ندخل في لعبه التاكيد والنفي. القبض على فلان ثم بعد شويه ننفي، خلينا من يتم القبض عليه كما فعلنا بالامس، تاكدنا من خلال اللواء جمال عبد العال من تاكيد خبر القبض على مرشد الجماعه.